الاقتصاد. عند سماع هذه الكلمة لعل أول ما يتبادر إلى أذهاننا المال والثروة، أو ما قد يحدث في أسواق المال أو الاقتصاد المحلي أو العالمي. في الحقيقة هذا جزء من الاقتصاد وليس المحور الرئيسي للاقتصاد. إذن ما هو الاقتصاد؟ الاقتصاد ببساطة هو دراسة الناس والخيارات المتاحة أمامهم. عرفه الاقتصادي البريطاني ألفريد مارشال على أنه دراسة الإنسان في الحياة العادية، فهو يبحث في كيفية حصوله على دخله وكيفية استخدامه، أي إنه دراسة الثروة من جانب، ومن جانب آخر يشكل الاقتصاد جزءاً من دراسة الإنسان. إليك بعض الأمثلة عما يمكن أن يكون ويشمل الاقتصاد. الاقتصاد يمكن أن يكون شاب أنهى دراسته الثانوية ويختار ما بين البدء بالعمل أو الانضمام للجامعة، وكيف يؤثر قراره على دخله المستقبلي، أو شركة تقرر أن تصنع إما أجهزة تلفاز أو حواسيب شخصية، وكيف يؤثر قرارها على نجاحها، أو حكومة تقرر إما زيادة إنفاقها في وقت الأزمات أو لا، وهل يستحق الأمر أن تصبح مديونة؟ وبأي صورة يكون الاقتصاد، فإن فهمه ضروري، لأنه سيغير من طريقتك في التفكير وإيجاد حل للمشاكل الاقتصادية في حياتك. وبغض النظر عن مدى اهتمامك بالاقتصاد، فأنت ستستخدمه في حياتك. في الواقع أنت تستخدمه الآن عند مشاهدتك هذا الفيديو، لأنك تعتقد أن فائدته تفوق التكلفة. وقد تتساءل أيضاً، ما التكلفة في مشاهدة فيديو؟ بالطبع هناك تكلفة. كان بإمكانك مشاهدة فيديوهات أخرى أكثر تسلية، أو الاستماع إلى الموسيقى. تكلفة مشاهدة الفيديو هذا هو الفيديو الآخر الذي لا تشاهده الآن، وهذا ما يسمى في الاقتصاد تكلفة الفرصة البديلة. يشير مصطلح تكلفة الفرصة البديلة إلى فائدة كان من الممكن أن يحصل عليها الشخص، ولكنه تخلى عن ذلك لتحقيق هدف آخر. إليك مثال آخر، إذا أنشأت الحكومة طريقاً جديداً، فلا يمكن استخدام هذه الأموال للإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، ومن ثم فإن تكلفة إنشاء الطريق هي تمثل تكلفة الفرصة البديلة. حتى نحن أثناء إعداد هذا الفيديو استخدمنا الاقتصاد، فقد كنا نريد إعداد أكثر من مقطع فيديو، وتقديم فيديو أيضاً عن الحوافز السلبية وقصة الجرذان التي غزت فيتنام عندما كانت تحت الاحتلال الفرنسي. لكن لا يمكننا فعل كل ما نريد فعله، فلدينا أعمال أخرى ملتزمين في تنفيذها. لقد قارنا فوائد وتكاليف خياراتنا، وبالنهاية قررنا تنفيذ هذا الفيديو لتبسيط أهم افتراضين في الاقتصاد كله، وهما: أولاً، فكرة الندرة، وهي أن الناس يملكون رغبات غير محدودة وموارد محدودة، وثانياً، كل شيء على الإطلاق له ثمن، وبالتالي سنحتاج إلى تحليل خياراتنا واستغلال مواردنا المحدودة بأكبر قدر ممكن، وهذا هو الاقتصاد. الخلاصة هو أنه لا يمكن للأفراد والشركات والدول أن تحصل على كل شيء، لذا يجب عليهم أن يدرسوا فوائد وتكاليف قراراتهم ويقوموا بالاختيار واستغلال مواردهم المحدودة بأكبر قدر ممكن وأفضل استغلال.